هشتغل مع بعض جرامر يونت 5. احنا عملنا قبل كده الفوكاب بتاع يونت 5 وحط لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف اسفل الفيديو. خلينا نشتغل مع بعض جرامر يونت 5. جرامر يونت 5 كل الناس بتقول ان هو فيه شويه تلخبطه، لكن احنا هنظبطه مع بعض. ركز معايا كده. اول حاجه في جرامر يونت 5 عندنا ثلاث حاجات شبه بعض، اللي هي سينز 2 بلس الانفينيتيف. سينز 2 بلس الانفينيتيف، سينز 2 اعرفها كمعنى برضو، بمعنى يبدو، شكله، انت يبدو انك تعبان، يبدو انك مستريح، يبدو انك مبسوط. يو سيم تو بي هابي، يو سيم تو بي انجري. يبقى سينز 2 بلس الانفينيتيف. ممكن تبقى سينز، ممكن تبقى سين بس، ممكن تبقى سينز، ممكن تبقى سيمد تو، المهم يجي بعديها تو، لكن مفيش حاجه اسمها سيمينج. لو جات لك سيمينج في الدرس ده هي كده هتبقى غلط خلاص. يبقى هي تنفع تبقى سيم او سيمز او سيم تو بلس انفينيتيف، بمعنى يبدو، بمعنى يبدو خلاص. الاكزامبل بتاعنا هي سيمز تو لايك هيز نيو جوب، شكله كده بيحب وظيفته. هي سيمز تو لايك هيز نيو جوب، هي سيمز تو لايك هيز نيو جوب. لو جات لك سيمز اعرف ان دايما هيجي بعد ذات جمله كامله، فقول it seems that you have finished painting the wall. it seems that، يبقى انا دايما كلمه seems دي بيجي وراها حاجه انا شايفها بعينيا، رحت شفت شخص مخلص painting the wall، يعني دهن الحيطه كويس جدا، فبقول له كده it seems that you have finished painting the wall. دي الجزء بتاع ايه؟ seems و seems that. عشان في درس النهارده اللي هي mean. mean بمعنى يقصد. كلمه mean بمعنى يقصد، الماضي بتاعها meant and قصد. لو قلنا باست بارتيسيبل برضه meant، ولو قلنا حطينا لها اس وحطينا جنبها كلمه of، يبقى means of يعني وسيله مواصلات، means of transport. is meant to ليها ثلاث استخدامات، اللي هي be meant to، am was are او was were meant to، ليها ثلاث استخدامات. الاستخدام الاول لو انت بتحدد غرض شيء، لو انت بتحدد غرض شيء فبتقول school is meant to be educational، المدرسه الغرض منها ان هي تكون مكان تعليمي. رقم اثنين لو انت هتتكلم عن شيء كان متوقع وما حصلش فتقول they were meant to meet us by now. they were meant to meet us by now. لما نقول استخدام رقم ثلاثه اللي be meant to اللي هي المقصود من شيء، وهنلاحظ ان في كوما وبات، كوما وبات، هتلاحظ الكوما اللي في النص دي وتحتها كلمه وتحت كلمه بات خطين احمر اهو عشان تبقى عارف، وخصوصا لو كانت الجمله هنا passive بادئه بايه؟ الجملة بدأ ب something يعني، فتقول the car was meant to be private، العربية دي كانت المفروض إن هي ملاكي، but he used it as a taxi، استخدمها كتاكسي. آخر حاجة في استخدامات meant لما نقول he meant to insult her، يعني قصد إن هو يهينها in front of others. نكمل يا شباب. number one be seemed to بمعنى يبدو، وقلنا be meant to يعني المقصود من شيء أو الغرض من شيء خلاص. والحاجة الأخيرة be supposed to. be supposed to ليها كذا معنى، هنقول مع بعض عشان تذاكرهم. be supposed to ركز كده وخليك صاحي معايا. be supposed to معناها ملزم، لما أقول he is supposed to cook for us today، هو كان ملزم إنه يطبخ لنا النهاردة. الحاجة الثانية be supposed to معناها من المفترض، من المفترض. لما أقول it is supposed to rain this afternoon، كان من المفترض إنها تمطر النهاردة الظهر. والحاجة الثالثة be supposed to للترتيبات، لما أقول she was supposed to come on Monday، كان مرتبة معانا إن هي تيجي on Monday بس ما جاش. في 3 نوتس يا شباب مهمين جدا، صحصح كده معايا وركز علشان تبقى خلصت اليونت، واليونت بالنسبة لك حاجة سهلة و very simple. أول حاجة مين لو جه وراها ing، هي دايما مين ينفع يجي وراها to plus infinitive أو ing. لو جت بعديها ing بمعنى يشمل، لما اقول being a teacher انك تبقى مدرس means working hard with students، ده يشمل انك تشتغل ساعات كتير قوي مع او تشتغل بجد مع الطلبه. is supposed to بمعنى is said to يعني يقال عنه. he is supposed to have six children، يقال عنه ان هو عنده ست اطفال. اللي الوحيد اللي بتاخد لايك وخليك عارفها كويس جدا seems، seems like يبدو ان، it seems like ages يبدو ان مده طويله since we last met، من ساعه اخر مره اتقابلنا مع بعض. نكون خلصنا يا شباب يونت 5، يونت سهله جدا وبسيطه، بس هي الانطباعات دايما كده ان حد يقول لك ان اليونت صعب فانت تصدق، لا انت اسمع الشرح اكتر من مره وحل عليها. احنا هنحل مع بعض في على اليونت دي في الفيديو اللي جاي، تابعوني واستنوني.
هنكون بنعمل حل لكل كتاب الجيم او اي كتاب انت عايزه. ابعت لي في اي كومنت انت عايز تحل ايه على يونت 5 وهنحل مع بعض في الفيديو اللي جاي. انتظروني. ولو انت بتشوفني لاول مره دي قناه توب انجلش وانا مستر صالح, وياريت تنزل بسرعه تعمل اشتراك او سبسكرايب في القناه وتعمل شير ولايك وتشير الفيديو لكل اصحابك عشان كل الناس تستفاد. وسلام. I'm